الجنان اللي انت فيه ده مش عاوز كلام كتير. ايدك لفوق. ايه ده؟ مفيش اطول من كده. خلاص. طيب خلي بالك من نفسك بقى. ها فرحات بدري بدور فرحات بربر برور فرحات اتشهدي على روحك فرحات الحقني يا فرحات. بدري اصحى اصحى فوقي خلينا بقى اموتك واخلص عندي شغل والله لو فاضي. اللاب ده مش بطال. يا اخي الايدين غير ايدينا. ايدينا شكلها غريب. ايديهم ايه ده؟ انت بتعرف يا بنت؟ سيب المسدس بقول لك. سيب المسدس بعيدك. سيب. الأولى. مين؟ أنا فرحات. إيه في؟ مفيش حاجة يا ابني. أنا كنت جايب لك الجرايد. جرايد؟ ما جابوا سيرة على الحكاية؟ حكاية إيه؟ ها؟ لا مفيش. طب يلا بقى عشان نفطر سوا. لا 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 بعدين. اتفضل أنت. اتفضل أنت. الظاهر لسه ما اكتشفوش الجثة.
ايه السويد ده؟ مين مات؟ لا لا ما فيش سويد، دي زغاريت، ما حدش مات. يبقى مين صحي؟ ما حدش مات ولا صحي. اصل الشقه اللي جنبنا عقبال امالتك بيزغرته، لان خدها عريس وعروسه وبيطلعوا العفش وبيبخروا ومبسوطين. اصل الدخله بكره. الشقه اللي جنبنا فيها عريس وعروسه؟ اه. والدخله بكره؟ ايوه. لا 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 لازم امنع الجريمه دي. تمنع ايه بس؟ استنى بس يا اخي. استنى ايه؟ دي جنازه مش جريمه. دي جنازه، لازم امنع الرجل المسكين ده قبل ما يدخل السجن برجليه. بقول لك يا فرحات، احنا مالناش دعوه، كل واحد حر في نفسه. ما فيش حر في نفسه، ده مسكين، ده غبي ومش فاهم، السكينه سرقاه، ما هوش عارف المصايب اللي هتجرى له. بقول لك يا فرحات، مالناش دعوه بحد، خلينا في حالنا. ما فيش حالنا، ساعتك تروحوا لهم كده ويبطلوا الصويت ده، يا اما اروح ابلغ الاسم محضر ازعاج ويباتوا في الاسم هم والعروسه. لا لا تروح ولا تيجي، استريح انت، خش اوضتك وانا هروح لهم حتى عليهم. خش يلا حد مع السلامه. خش خش يا سيدي. الهي وانت جاهي، ما توعي تتهني يا عرسها يا عروسها يا عرية العرسان، انت ولطل اللي هتتجوزي. ما تستنينيش الليله على العشاء. ليه رايح فين؟ هطلع من المعرض على الدكتور نجاتي وناخده ونروح للمحروس اخوكي. خلاص اجي معاك. تيجي معايا فين وانا راح اتفسح؟ الله، وفيها ايه لما اروح اطمن على اخويا؟ تطمني عليه ازاي؟ المفروض هو والدكتور نجاتي هيقعدوا لوحدهم يدردشوا مع بعض عشان الدكتور نجاتي يعرف يعالجوا ازاي. خلاص يبقى تبلغني باللي بيحصل اول باول. اول باول ازاي يعني؟ يعني تبلغني بالكلمه كل اللي بيقولوه لبعض، الدكتور بيساله في ايه وابيه بيرد عليه يقول له ايه كده يعني. هو ماتش كوره هنقوله لك على الهواء. الله، انت بتتريق عليا ولا ايه يا لمعي؟ يا حبيبتي دول لازم يقعدوا مع بعض، هو والدكتور يقعدوا مع بعض لوحدهم لازم. الله، بتتعصب عليا كده ليه؟ انا ما بتعصبش يا ستي، انا اسف، متاسف، اي ام سوري. يا حبيبتي احنا لازم نديهم الفرصه، وبعدين انا بنفسي هبقى اجيب لك الدكتور نجاتي لغايه هنا يقعد يشرح لك بالتفصيل الممل اللي حصل بينه وبين اخوكي فرحات، وهو بالمره يكشف عليكي. قصدك ايه بيكشف عليا دي؟ قصدي يعني ان يكشف، يعني اصل انا قريت في كتاب صغير كده ان ساعات الجنان ده بيبقى حاله وراثيه، الابناء بيتوارثوه عن الاباء، فما فيش مانع ان الدكتور يجي يكشف على العيله كلها من باب الاطمئنان يعني. بقى كده يا لمعي، قصدك ان انا وعيلتي مجانين؟ لا ما اقصدش، اقصد ان احنا نطمن على اساس ان احنا لسه جاي لنا ولاد في السكه يعني، انا عايزه يبقوا كده. بقى انت شايف كده؟ اه. طبعا اذنك لحظه واحده، استناني. لمعي يا ماما، انا مجنونه بنت مجانين يا مجنون. انت وريتك؟ انا هوريك. والله زمان يا باشمهندس، اصل انا والباشمهندس معرفة من زمان قوي. دي فرصة سعيدة يا دكتور فرحات. الله يخليك، ده احنا اللي أسعد. الوالد قال لي انك ماسك إدارة مستشفى كبيرة. بس اليومين دول بقى مدي لنفسي أجازة مفتوحة. ليه؟ مش لاقي حد يقفلها. نعم؟ مش يقفل. أنا أعصابي زي ما تقول حضرتك إيه، مرهقة وتعبانة شوية. انت حاسس ان اعصابك تعبانة؟ لا انا اعصابي كويسة، بس هو زي ما تقول حضرتك ايه، الارهاق والضغط بتاع الحياة فمحتاج لراحة يعني. فعلا ضغوط الحياة والمشاكل الحياتية خلت اعصابنا كلها مرهقين نفسيا وعصبيا. اعصابك تعبانة يا باشمهندس؟ في الواقع مش قوي، قصدي مش قوي قوي. ايه اللي قوي مش قوي قوي؟ لا يعني مش سليمة قوي ولا تعبانة قوي قوي. انت بتحس بايه؟ انا ساعات احس ان الضغط طالع طالع نازل نازل، خارج خارج داخل داخل. طالع طالع نازل نازل، في ايه؟ هو مين اللي هيعالج مين؟ ما تفضونا يا اخوانا من سيرة المرض والعاية دي. دي استشارة للدكتور يا اخي. طب استاذن انا بقى واسيبكم تدردشوا مع بعض. لمعي انت رايح فين؟ رايح المعرض يا عمي، ما انت عارف عندي مواعيد وزباين. يا اخي اعتذر لهم يا اخي. روح 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 معايا يا والدي، روح. انا عايزكم. عينك بتربش لوحدها. ما قلتليش بقى حضرتك مهندس في ايه؟ مهندس كهرباء. عشان كده منور. دكتور لو سمحت ممكن استشيرك استشاره صغيره كده؟ انت بتحس بايه؟ انا تعبان قوي يا دكتور، بحس كده ان في كده الام هنا وهنا
مش عارف. خلاص خلاص، يبقى انت عايز برضو تتشمط شمطه حلوه كده. على اي حال لازم اعمل فحص ميكانيكي. ميكانيكي؟ اكلينيكي. وده مش هينفع هنا. اتفضل سعادتك في اوضه الكشف. اتفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك. اتفضل. لا والله اتفضل حضرتك. لا والله. عليك دون جوان كبير يا دكتور فرحات. اللي خليك تقول كده؟ الصور بتقول كده. ست ستات من اجمل الجميلات. بس من جوه شيء تاني صعب. لا 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 لا، انت باين عليك مريت معاهم بتجارب قاسيه. شوف يا حبيبي، مفيش اي مصيبه في الدنيا دي ولا اي مشكله ولا اي نكد الا لازم سببه واحده الست. لا لا لا، اسمح لي انا بختلف معاك. لا يا حبيبي، هو ده الواقع والحقيقة. لا لا، برضو بختلف معاك، وده حكم قاسي اللي بتقوله ده. طب قول لي يا باشمهندس، انت ليك تجارب عاطفية؟ يا دكتور، مفيش راجل مننا ممرش بتجارب عاطفية. طيب فاكر أول تجربة عاطفية ليك؟ طبعا يا دكتور. احكيها لي وفضفض لي. كنت في آخر سنة في الكلية. كلية الطب؟ انت مين اللي قال لك الحكايه دي؟ ده احساس الزملاء. احكي لي، قابلتها فين وازاي؟ شفتها يا دكتور وهي واقفه بتذاكر مع اتنين من زمايلنا، وعشان كده حبيتها قوي يا دكتور، قوي قوي قوي. حبيتهم التلاته ولا هي بس؟ حاجة وراحت. بس كلامي مظبوط ولا لا؟ مظبوط. انا كنت تعبان 30 سنة تعبان. شفت فضفضتي اللي ارتاح؟ الحمد لله ان انا قابلتك وفضفضتي لك. يعني كلامي ده مظبوط؟ يعني هم سبب النكد؟ انا واثق انك انت ما كنتش كده. انت كنت زي القمر. شفت عملوا فيك ايه يا روحي؟ خلوك ديستورشن خالص. انا ببص لك بحس انك مقلوب. مقلوب ازاي؟ معرف يعني مش كده. لا انت كده بس خلاص. الحمد لله. يعني انت كمل زي ما انت كده. انا هسيبك شوية لان لازم اقيس لك السخن. السخن ده؟ شت. اكتم عبل مجيلة. من يا دكتور؟ فرحات حالته ايه؟ فرحات ده فلة. فرحات ده عبقري. أيوه. فيلسوف. انا بعد السنين اللي قضيتها في عالم الطب النفسي اكتشفت انه اعقل انسان في العالم، وانا اللي مجنون. هو قال لي حط الترمومتر ده في مناخيرك وسيبه كده، هو هيقع لوحده بعد اسبوع. على فكره هقول لك على حاجه مهمه. انا من اول يناير هبطل السجاير وابقى انسان جديد. راجل ضربه ولا ايه؟ يا فرحات، دكتور ماله؟ قصدي الباشمهندس ده، قلت له حاجه تخوفه على صحته؟ لا انا الحقيقه يعني روشته قوي، يعني ما سبتوش. كطبيب اديته حقه، زلطته وعملت له شيك اب تام وتحاليل، كل ده قوام واشعات وكل، برغم ان الموديل بتاعه ده انتهى. الموديل اللي هو المناخير 6 سلندر دي خلاص ما عادش بيستعملها دلوقتي. انا روشته حلو قوي وظبطته، بس في حاجه بقى، ان هو عنده زي ما تقول ايه، نوع من الخوف، بيخاف على نفسه قوي، عنده حق، وده احتمال يؤذي حد تاني، عنده ميول عدوانيه. الدكتور؟ لا، المهندس. عزيزاتي ربات البيوت، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم نفسك في ايه، ومعانا مدام عفاف النهارده هتقدم لكم اكله شعبيه جديده إيطالية، زي الفول والطعمية بالظبط عندنا في مصر، لكن احنا بقى عايزين كل المصريين ياكلوها، لأنها أكلة بسيطة جدا وغير مكلفة وممكن كل البيوت المصرية تعملها، وهي فيتوتشيني بالسي فود مع الوايت صوص. يلا بينا مع مدام عفاف مع وجبة جديدة في المطبخ. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا جماعة زي ما بقول لكم كده بالظبط،
الدكتور نجاتي جات له حالة انهيار عصبي حادة جدا، واتنقل مستشفى المجانين قسم الحالات الحرجة. ايوه، السبب وايه اللي حصل له ده؟ ابدا، بعد ما خرج من عندكم امبارح وبعد قعدته مع فرحات روح البيت اتخانق مع مراته وطلقها. طلق مراته؟ بعد جواز ناجح استمر اكتر من 20 سنة، وبعد ما كسر الشقة كلها على دماغها. الله 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 الله، هي حصلت الضرب والتكسير؟ وبعدين يا لامع يقول مفيش، مراته بلغت البوليس، جم خدوه على المستشفى وهم ملبسينه القميص بتاع المجانين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معقول الراجل اللي كان مدير المستشفى يدخلها وهو لابس قميص المجانين؟ بركات سي فرحات. وفرحات ماله؟ مال اللي حصل للدكتور؟ ماله ايه؟ ده اخوك جنن الراجل وقضى عليه في قعدة واحدة. فرحات ملوش ذنب، انت اللي جبت الدكتور سكة ومخه مفوت. الدكتور نجاتي دكتور سكة؟ ده استاذ، ده جهبذ، ده مرشح لجائزة نوبل. نوبل؟ طب اسكت اسكت، سيبكم من حكاية الدكتور دي بقى، وخلينا نشوف هنعمل مع اخونا فرحات ايه. وطوا صوتكوا شوية لا يطلع يطربقها على دماغكم. يا جماعة انا لسه عند رأيي، فرحات لازم يدخل المستشفى لان حالته بقت صعبة وما يتسكتش عليها. ما انا قلت كده من الاول، بس هما اللي ما رضيوش. دلوقتي زمان البوليس قالب الدنيا، وزمانهم كمان اكتشفوا جثة بدر البدور في شقتها، عمالين يدوروا على القاتل. عموما انا مفيش حد شافني. عظيم كده، انا في السليم وبعيد عن اي شبهات. بس البوليس في الجرائم الغامضه اللي زي دي بيعمل تحريات عن كل اصحاب وقرايب القتيل، كده ممكن يوصلوا لي. على اي حال هم لما هيوصلوا لي مش هيقبضوا عليا في ساعتها، اكيد هيضلوا مراقبني فتره من بعيد لبعيد لحد لما يمسكوا عليا اي دليل. طبعا عشان كده انا لازم اتصرف عادي جدا وطبيعي جدا عشان ما يشكوش فيا باي حال من الاحوال. اول حاجه اعملها لازم ارجع اروح المستشفى تاني واتعامل مع الناس واشتغل عادي جدا وامشي واعمل عمليات زي الاول عادي. لازم تصرفاتي تكون طبيعية، ولما تبقى تصرفاتي طبيعية هتبعد عني اي شبهات. كلام جميل، هو ده هو اللي لازم يحصل، ومن بكرة كمان. وتقابلني بعد كده لو حد عارف ان فرحات هو اللي ورا جرايم قتل الستات اللي راحوا واللي لسه هيروحوا واللي لسه هيحصل لهم. صباح الخير يا دادي. صباح النور يا ايه ده فرحات؟ امال بلح مات؟ ومالك لابس ومتشيك كده ليه؟ خارج. خارج؟ خارج راح فين؟ راح المستشفى. مستشفى؟ الله، ايه مالك مستغرب كده ليه؟ عادشي. ايوه عادي، بس انت يعني كنتش عاوز تروح المستشفى خالص وبترفض حتى تخرج من البيت. كنت اعصابي مرهقه شويه وتعبان عادي يعني. الحمد لله يعني انت خفيت وبيت كويس. وانا كنت عيان يا حاج. ايه يا حاج عادي؟ لا يا ابني انا ما قلتش كده يعني بتشد عليك، بس يعني. بس ايه؟ لا لا لا، بس مش حاجه ابدا، مش حاجه ابدا يا ابني. انا مبسوط قوي. الحمد لله الحمد لله. احمدك يا رب، احمدك يا رب، احمدك يا رب. الله 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 الله. طب اتعيط يا حاج. لا لا، دي دموع الفرح يا احمد. احمد مين؟ معلش يا ابني، اصل الفرحه برجلتني. طيب طيب طيب، امسح دموعك يا امال. اي امال؟ امال مين؟ الجو بتاع احمد. عن اذنك بقول لك يا فرحات، انت رايح المستشفى هتقابل زميلاتك الدكاتره والممرضات. خلاص بقى عادي. عادي ازاي يا ابني؟ دول ستات. ايوه يا حاج، دي حاجه عادي.
وعايز اقول لك حاجه فرحات، من هنا لغايه ما توصل لغايه المستشفى هتقابل اتوبيسات وعربيات ومدموزلات وستات كتير، يعني حاجات مؤنسه كتيره قوي. دي كانت مرحله وانتهت يا حاج، خلاص وكل شيء راح لحاله عادي. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وانا كنت مسافر؟ لا مش انت اللي كنت مسافر، عقلك كان مسافر، بس الحمد لله رجع لك تاني. طيب استاذن انا بقى عشان ما اتاخرش. مع السلامه يا ابني، طريق السلامه. فرحات هترجع بقى تلاقيني موضب لك اكله من بتوع زمان اللي انت بتحبها. انا وحشني اكلك بتاع زمان يا حاج. تعمل لي ايه؟ اعمل لك ايه؟ هعمل لك باميه. نعم طبعا. نعم لا، قلت لك 100 مره باميه لا. يا ابني الحكايه انت، ما انت مش كنت خفيت؟ خفيت بس مش لدرجه الباميه المقمعه. ما في بامي مقمع ما بيعجبكش. طيب نعمل ايه؟ خليك ماشي على نفس العلاج، قلقاس منبار. تاني؟ ايوه، يوم تقلقس تاني يوم منبر. طيب والحلو جعضيت برضو؟ لا 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 مش جعضيت، موسم الجعضيت انتهى، احنا دلوقتي في موسم البرسيم. ايه برسيم؟ ايوه ده كله يخلي العيلة. وكنت فاكر انه خاف، ده عقله هو اللي خاف. الشارع نور يا دكتور، ألف مليون الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سويت. أخبارك إيه يا دكتور؟ شغلتنا عليك. وعكة صحية بسيطة وعدت. وعكة إيه يا لمؤاخذة يا دكتور؟ ده لمؤاخذة بيقولوا إن أنت كنت تعبان في مخك وكانوا هيدوك الصراحة الصفرة. مين ابن مجنونة اللي قال عليا كده؟ الناس الرضية، ما أنت عارف بقى الناس ولسانتها يا دكتور. عموما ما تحطش في بالك، أهم حاجة إن أنت رجعت لنا بالسلامة وعشرة على عشرة. وبعدين ظهورك في الحتة برضو هيخلي كل الناس دي تخرس الألسنة بتاعتها. منور يا دكتور لمؤاخذة. لمؤاخذة أستاذن أنا بقى عشان عندي شغل. ماشي يا دكتور. بقول لك يا دكتور، سمعت آخر نكتة؟ مش بتاع اللي قال له ما أعرفش إيه، والتاني قال له فرح، جاي واحد قال له أنت ليه، فرح الرابع قال له أنت مش حلوة ما عجبتنيش، عن إذنك. ما قلتكش ولا لسه قلت حاجة. إيه اللي قال له ما قالوش؟ اللهم نجينا من المهالك ومن الستات يا رب. مع السلامة يا زنت الحتة. والله وليك وحشة يا دكتور فرحات. الله يخليك يا دكتور إيهاب. طمني أخبار الشغل إيه؟ كله تمام يا دكتور، بس المريض اللي حضرتك عملت له عملية الزايدة الدودية. إيه الزايدة الدودية دي؟ الزايدة الدودية يا دكتور؟ في اسمعش الزايدة الدودية. أمال اسمها إيه يا دكتور؟ اسمها النصران الأعور. وإيه الفرق؟ في فرق؟ الزايدة دي أنثى، إنما النصران ذكر وذكر أعور. أنا مش فاهم قصد حضرتك. ما تاخدش بالك. المهم طمني اخبار ايه المريض ده اللي انا عملت له المصران الاعور؟ بيشتكي بالم في المثانه. فين المثانه؟ شوفوها له انتوا دي بقى. حاضر يا دكتور. في حاجه تاني؟ ايوه يا دكتور، المريض اللي 317 حضرتك اخر مره زرته كنت محدد له النهارده معدل العمليه، حضرتك هتعملها له ولا تريح من العمليات النهارده؟ يا عمليته ايه؟ فتق في الحجاب الحاجز. فتق وحجاب وحاجز، ثلاثة ذكر تبعي. هعملها. جهزوا المريض. حاضر دكتور. لحظة، مش الحجاب الحاجز ده بيبقى على شمالك وانت داخل؟ وانا داخل فين؟ اما بتفتح بطن المريض على شمالك قبل الطحال.
دكتور فرحات ده مش وقت هزار، هجهز العمليات. فكرني بهزر. عموم العملية ما اعتقدش النهاردة هتنفع، لأن النهاردة السبت وأكيد البنكرياس قافل. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكون الأكلة اللي قدمناها لكم عجبتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع أكلة جديدة في برنامجكم نفسك فيه. مرسي قوي يا جماعة. سيهام. إيه ده؟ سيهام؟ أيوة، المفاجأة دي. أنا بقالي نص ساعة هنا، أنت قافلة موبايلك ليه؟ ما وأنا بسجل لازم أقفل الموبايل. في إيه خير؟ لا ما تقلقيش خير. طب تعالي نقعد نتكلم. على فكرة بابا النهاردة الصبح كلمني وقال لي إنه أبي خف ورجع زي الأول. تتكلمي جد؟ معقول؟ آه ده اللي حصل، وإنه نزل النهاردة شغله في المستشفى عادي، ومبقاش بيتعصب من سيرة الستات ولا الأسامي المؤنثة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بقولك إيه؟ تعالي نكلمه في التليفون، ولا أقولك تعالي نروح البيت. ما تخليها بالليل عشان يكون رجع من المستشفى. أيوة، عشان كمان لمعي وسالم يبقوا معانا. ايوه، عشان يبطلوا يقولوا علينا مجانين ولاد مجانين ومخنا مطرقع. ايه ده؟ احنا في الاستوديو؟ انت اتكلمتي ولا ايه؟ يلا يلا بينا من هنا. يلا اوكي. صحيح يا ماما، خدوا فرحات بقى كويس؟ الحمد لله يا حبيبتي، بقى زي الفل. يبقى اجي معاكم النهارده. مش النهارده يا حبيبتي. ليه يا بابا؟ عشان عندك واجب ومذاكره. يا بابا ما انا خلصت الواجب. وكمان عندك بكره الصبح مدرسه. يا بابا انا عاوز اروح بقى معاكم. اوعدك يا حبيبتي يوم الجمعه يوم اجازتك هاخدك ونروح لخالو فرحات من اول النهار. لا يا بابا انا عاوز اروح معاكم النهارده. انا قلت يوم الجمعه يبقى يوم الجمعه. اتفضلي على اوضتك. يا دي بقت عشه ضخمه. شايفه يا هانم تربيتك دي؟ تربيتك. انا عايز افهم انت مش عايز تاخدها لخالها فرحات ليه؟ مش اما نتاكد الاول انه خف. ما بابا قال انه خف. بابا ده الخوف من بابا اكتر من فرحات. بابا عايز كونسلت يا هانم. تقصد ايه؟ نتأكد احنا الأول. Yes. Yes. Okay. I took us a double front race and overplaying the best of everyone. Yes. ايه في ايه؟ الحق، في مريضه دخلت المستشفى وحالتها سيئه جدا. هي عندها بتشتكي من ايه؟ واضح انها بتشتكي من الزايده الدوديه وانها عندها التهاب حاد فيه. التهاب حاد في الزايده الدوديه؟ لا، يبقى لازم العمليه تتعمل فورا. طبعا يا دكتور، قبل ما نوصلني الفجر. ايه الصوت ده؟ الزهر المصراني انفجر. حبيبي قول لي، مش عاوز تخرج لهم ليه؟ قلت لك يا والدي ماليش نفس، مش عايز اقابل حد. يا ابني هم دول حد غريب؟ دي اخواتك البنات وجوازهم. دول بالذات مش طيبهم، مش عايز اقابل حد فيهم خالص. طب قول لي ليه؟ ومن غير ليه؟ من غير ليه خلاص، مش عايز اقابل حد، ماليش نفس اقابل حد. انا تعبان يا بابا. يعني الحاله رجعت له تاني يا عم؟ الله يا ابني النهارده كان كويس الصبح، معرفش ايه اللي جرى له تاني. واضح جدا انها كانت حاله طارئه، اتظبطت الامور كام ساعه وبعدين رجع الحال زي ما كان. لا 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 مستحيل. لا الله، امال رافض يقابلنا ليه؟ مش يمكن تعبان او مرهق من الشغل. ما تيجي يا سهام انا وانت ندخل له. انت شايفه كده؟ ايه انت خايفه؟ لا هي مش مساله خايفه، بس انا بقول يعني مادام ملوش مزاج ومرهق نيجي له بكره احسن برضو. يلا بينا يا جماعه. تصبح على خير يا ممكن. مع السلامه. تصبح على خير يا بابا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
مساء الخير يا دكتور فرحات. انت ازاي؟ انت مستغرب انك شايفني قدامك. انا انت ايه يا راجل؟ هتسيبني واقفه كده على الباب؟ مش تقولي اتفضلي؟ انت اكيد بتسال نفسك دلوقتي ازاي واقفه قدامك بشحمي ولحمي بعد ما ضربتني بالرصاص وقتلتني. بس الحمد لله الإصابة كانت سطحية، مجرد خدش بسيط وأنا عالجته بالمطهرات. خدتي أنتيوباتيك؟ أيوة، خدت زيفسوفاكس. زيفسوفاكس؟ لا، في الحالة دي تاخدي أجوبة ميتين 500 ميلي كل 6 ساعات وتبقى تغير على الجرح مرتين في اليوم. أنا عملت كده فعلا. عظيم عظيم، احنا كده ماشيين في السليم. خلاص يبقى تجيني بعد يومين نعمل استشارة طبية ونشوف إذا كنا هنستمر على الأنتيوباتيك ولا هنغيره. ودلوقتي 500 جنيه عشان كشف منزلي و100 جنيه هبقديهم للتمرجي. وطي صوتك، أبويا نايم جوه. هو أنت فاكرني جايالك عشان استشارة طبية ولا إيه يا دكتور؟ مال جاي عشان إيه؟ جاي عشان عايز أتكلم معاك شوية. طيب هنتكلم، بس هنتكلم، بس وطي صوتك هنتكلم. تفضلي. تفضل فيه؟ أوضة الكشف. أفندم عايزة تقولي إيه؟ هو سؤال واحد وعايزك تجاوبني عليه بمنتهى الصراحة والوضوح. إيه هو؟ أنت ليه حاولت تقتلني وضربتني بالرصاص؟ أنا حاولت أقتلك مرة، لما أنت فعلا قتلتيني ألف مرة. انتقام يعني؟ الله يسميه زي ما تسميه، سميه تخليص حق. انت مالكش حق عندي، انا اللي ليا عندك حق وطار بيت ولازم اخلصه. طار ايه ده؟ انت جيت البيت عندي من يومين وحاولت تقتلني، لكن يا خساره رصاصتك طاشت والدور دلوقتي عليا انا، لازم اخلص طاري بنفسي. خلصي بس، خلص خلصينا. يلا يلا ارفع ايديك لفوق وتشاهد على روحك اللي هتطلع خلال 5 ثواني يا دكتور. تعملي ايه يا مجنونة؟ انا برضو اللي مجنونة يا دكتور يا مناخوليا. ايه ده بس، ايه ما تودينيش وتودي نفسك في داهية. سلام. طب وانا هروح في داهية ليه؟ البوليس هيجي يقبض عليكي ويعلقوكي في حبل المشنقة. فلا الله ولا فالك، ما تقولش كده يا اخي. الحكاية كلها رصاصتين، واحدة في دماغك وواحدة في قلبك، وانا بقى افلسع في السليم، لا من شاف ولا من دري. سلام، مسألة كلها بالبساطة دي؟ طب ما انت عملتها معايا بالبساطه دي، لولا ستر ربنا كان زماني انا مت وانت عايش اهو، عايش حياتك عادي جدا. بس انت كنت لوحدك في الشقه، انما انا هنا بابي معايا، هيسمع صوت الرصاصه هيجي يمسكك. مين ده اللي يمسكني؟ ابوك المخلع ده يمسكني؟ انت ممكن تزفلطي من ايده انا عارف، بس اقل ما فيها هيصوت وهيلم عليك الجيران. رصاصه واحده تسكته هو راخر. سلام، القتل عندك سهلة أوي للدرجة دي؟ زي ما هو سهل عندك أنت كمان. أنا ضحية مظلومة، إنما أنت تستحقي القتل. أنت هتطول لسانك عليا كمان؟ أنا آسف، أنا بس ببرر الموقف. مفيش حاجة في الدنيا تبرر القتل. سلم، ما أنت عايزة تقتلينا أهو. ده رد على اللي أنت عملته معايا والبادي أصلا. أنتوا اللي ابتديتوا بالظلم. إحنا؟ إحنا مين؟ كلكم، كل الستات اللي انا عرفتهم وسمعت عنهم وانت اولهم. الراجل اللي تجننه واحده ست يبقى راجل خايب وضعيف. ضعيف؟ شمشون كان ضعيف؟
شمشون الارنولد شوازنيجر وسيلفستر وصالون وفندام وكل الشله دي اللي ما يجوش حاجه في سمانه رجله يقول عليه ضعيف. جننته يا روح قلبي دليلة، خليته حلق كابوريا وراح هدي المعبد عليه وعلى اللي خلفوه. بلاش عنطر، عنطر اللي كان يهز أجدع شنب في القبيلة بصماره وجماله ده، ضحك عليه يا كبدي وطلع في فيلم مع اسماعيل ياسين. قول فتح يا ابني فتح، شوف مين بيكلمك. بلاش عطيل، عطيل أجدع فرسان المغرب اللي كان يهز أحسن جيش. مين جنيته؟ دي ديمونة، دي ديمونة ضحكت عليه خليته يشك في كل الدنيا كلها، حتى شراب رجله كان بيشك فيه وراح قتلها. طبعا مفيش حل قدامه غير كده. شوف برضو بتبرر لنفسك القتل. هو انت مفيش حل قدامك غير القتل؟ اتشاهد على روحك يا دكتور. طب استني بس. لا مش هستنى، انا كده هتأخر دقيقتين بس اروح الحمام واجي. لا ما انا قليل. سوري نسيت اقول لك تحبي تسمعي ايه؟ تشربي ايه؟ انا مش جايه الضيف يا دكتور. لا عيب، وحشه 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 دي افتحها انا وحشه. اعمل لك واحد زنجبيل جميل كده. اوعى تتحرك وخليك مكانك. عقلي عقلي يا بدر والشيطان شاطر. واحد يا بدر اعملي معروف هتودي نفسك في داهيه. اتنين يا بخت من قدر وعفي. تلاته افرانكاو 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 عقل فرنكع من خوفهم اصبح خفرع. افرانكاو عقل فرنكع من خوفهم اصبح خفرع. افرانكاو افرانكاو هجاوز. سلامات يا فرحات.